لو قال قائل هل أحرق المرتدين؟ الجواب عن هذا نعم أحرقهم. ولذلك أنكر عليه ابن عباس كما عند البخاري قال لو أنه أنا ما أحرقتهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ما الذي جرى؟ انظر في مسند الإمام أحمد قال علي ويح ابن أمي عباس، كلمة ويح ترحم وتوجع، ففهم بعضهم أن ابن عباس لم يوافقه علي، وهذا خطأ. لما؟ لأن تتبع روايات الأحاديث مهمة جدا لطالب العلم ولمن يريد أن يحكم. ولذا عند الترمذي قال علي رضي الله عنه صدق ابن عباس، فدل هذا على أن عليا قد اجتهد وأنه وافق ابن عباس. ولذا قال الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة قال كلمة ويح في اللغة تدل على الترحم وتدل على التعجب، وعلي تعجب من قول ابن عباس واستحسنه كما هو الظاهر. انتهى كلام الألباني رحمه الله.